ينضم معنا من واشنطن الدكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية. أستاذ، بداية مرحبا بك. نيويورك تستضيف أول لقاء مع مسؤول كوري شمالي للقمة المنتظرة، كيف تقرؤون التحضيرات الجارية وإلى أي مدى تؤسس ربما لتوافق بين الطرفين؟ دكتور صفي الدين. شكرا، تحياتي لك ولكل مشاهدي قناة الرافدين. سيدي العزيز، كل هذه المحادثات الحقيقة ستصب في مصلحة الرئيس ترامب. الرئيس ترامب للضغوط الداخلية عليه كثيرة جدا بسبب اتهامه ببعض المشاكل في التمويل وفي الحملة الانتخابية وتدخل جهات روسية في هذه الحملة. فهو طبعا يعني وفي محقق خاص يحقق معاه. وطبعا كل هذا تأجل حتى ينتبه ويوفر الوقت للمباحثات الكورية الأمريكية. فطبعا ده سيؤخر الموضوع وفي نفس الوقت يعني سيجذب انتباه الجميع، العالم كله. هو عنده استحقاقات كثيرة الرئيس ترامب، ومنهم طبعا المقابلة التي ستكون في الشهر القادم مع حلفائه في الناتو، اللي هم طبعا لأول مرة سيواجهوه وجها لوجه ويعاتبوه طبعا ويناقشوه في موضوع الانسحاب من الاتفاقية الخماسية مع إيران، اللي طبعا هم كانوا يريدوا أن تستمر. ففي استحقاقات كثيرة، كما يعني ممكن نتكلم في المستقبل على صفقة القرن أيضا. كل هذا في الشهر أو في الأسابيع القادمة. فلذلك الموقف هو يريده مرتبكا، لأن كل هذا بيلفت أنظار الجميع إلى سياسة دولية ومشاكل عالمية بدلا من يعني أشياء أخرى. عقد هذه القمة دكتور صفي الدين بين الطرفين إلى أي مدى سيؤثر على تقدم واشنطن في ملف ضغطها على أوروبا وإيران في الملف النووي الإيراني؟ لا، هو طبعا زي ما قلت، هو لازم يتقابل مع مجموعة حلف الناتو، لأن دي شيء مفروغ منه، ويعني في يوليا لازم يتقابل مع حلفاء الناتو ولازم يواجههم بحجة جيدة، أو يعني يجادل معهم لماذا خرج وإمكانية المستقبل، إمكانيات المستقبل للتعامل مع إيران والملف النووي. أما بالنسبة لحلفائه في اليابان وحلفائه طبعا في كوريا الجنوبية، فهم سعيدين. هو الحقيقة كان حصل يعني تسرع شديد، وهذا هو هذه يعني سنة ترامب، انه بيتسرع والى حد كبير في تهور في الاعلام كان عن هذا الملف. لكن طبعا بالعموم كان لازم يبدا من الطبقات المتخصصين وطبقات الدنيا من الدبلوماسيين يتكلموا مع بعض في كل الملفات قبل ما يعلن وقبل ما يقابل الرئيس نفسه. لكن هذه طريقة ترامب، بيفاجئ الجميع. ماذا عن روسيا؟ دائما بهذه المفاجآت، ودلوقتي أعتقد أن الطريقة هي الطريقة السليمة. بنبدأ من لجان متخصصة وجها لوجه، ولحد ما يعني يعبر كل طرف عن إمكانياته القصوى والدنيا، ويجيء في الآخر كنتيجة لكل هذا اجتماع القمة بين الرئيسين. ماذا عن روسيا؟ يعني هل تخشى من شيء ربما إذا ما تم عقد هذا الاتفاق بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة؟ والله هي روسيا مشكلة في كل شيء الحقيقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. روسيا يعني كان ترامب في البداية عصره كان بيحاول أنه يغازل الدب الروسي أو بوتين، لكنه طبعا المصالح تضاربت جدا دلوقتي. واهم شيء في الخصم الروسي هو ماذا نفعل في سوريا. تماما في تناقض ما بين ما تريده الولايات المتحده الامريكيه
وما تريده طبعا روسيا في مسألة سوريا. طبعا في تحفظ شديد على تواجد الحرس الجمهوري في سوريا الإيراني طبعا في سوريا، وفي وجود حزب الله. كل هذه ملفات الحقيقة معقدة وتصادمية مع روسيا، فلا أعتقد أن تكون دي يعني برضو ده ملف مش سهل لازم يتعامل معها الرئيس ترامب. هل تعتقد أن كوريا الشمالية ربما ستسلم أسلحتها النووية بهذه السهولة؟ لا، أنا أعتقد أنها ستأخذ قد تأخذ سنين. يعني أولا الاستثمارات الجامة اللي وضعتها يعني على مدى السنين، احنا بنتكلم على موضوع دام اكتر من 15 عاما حاليا. وبعدين يعني لو وضعت نفسك في محل الرئيس الكوري، ماذا تملك كوريا الشمالية غير هذه القنبلة النووية او يعني القدرة النووية لتدافع عن نفسها، لانها كانت تخاف من الولايات المتحدة وسطوتها وهكذا يعني. فلذلك ستأخذ وقت كبير ولازم تجني وتحصد يعني أشياء تستطيع أساسا الأمن يعني الضمانات الأمنية إنها لا تهاجم بواسطة القوى العظمى وأولها الولايات المتحدة الأمريكية. أما الباقي فطبعا هي المزايا الاقتصادية. يعني المهم في كل هذا إن كوريا الجنوبية تتمنى اليوم اللي يحدث في هذا التفاهم السلمي، وكذلك طبعا اليابان، لان في طبعا عداوه شديده ما بين كل الكوريين واليابان لاشياء تاريخيه في الحرب العالميه طبعا يطول شرحها الان. شكرا لك دكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصريه الامريكيه.